ربما سأقول لك سرا لم أقوله أبدا سابقا بصورة علنية. أنا درست في الجامعة التونسية 34 سنة إلا 3.5 في ماليزيا. في 34 سنة التي درست فيها لم يسمح لي بأن أسير ولا طالب واحد. لم يسمح لك بأن أسير بحوث طالب. أن تشرف على طالب. نعم، كل طالب يسجل معي يقصف مستقبله. عجيب. نعم، هناك مافيا في الجامعة التونسية تعاقبني لخياراتي في كوني اهتممت بالكلام عن الغزالي أولا ثم عن ابن تيمية خاصة، فكنت أعتبر وكأني من عالم آخر، لأني كنت أقول إن مستقبل العالم سيحدده الإسلام مرة أخرى. وهذه المافيا هي مافيا علمانية؟ لا، ليست بالضرورة علمانية، قادتها علمانيين، وليس لأنهم علمانيون لأنهم يعلمون أني ثقافتي غربية أكثر منهم. أنا درست عند أكبر ثلاثة فلاسفة أوروبيين. ما هو ليست هذه العبرة يعني. لا لا يعني يعني لا يستطيعون أن يحتجوا بهذا. لكن إنهم لا كانوا يعتبرون. أنت لا قد تكون درست الغرب أو درست عند الغرب ولكنك لم تتقمص شخصية الغرب. بالضبط، لأني لم أتقمص شخصية ثقافة الغرب صرت معتبرا غير طبيعي في جامعة. يعني أن يتكلم إنسان سنة 79 ويقول إن ابن تيمية من أكبر فلاسفة العالم يعتبر مجنون. هم يفضلون أن يحشر ابن تيمية في موضوع التشدد. التشدد